بس الحلو شو النهايه ضدكم؟ جاهزين ولا لا؟ اكيد جاهزين. بس شتى احنا ممكن ما نشوفه نشوفه في النهايه. ما برسم مشكله. كايو تعور الحين افتقدنا. لا كايو اللي قصده اللي هو حسين يوسف هني على اليمين، يعني ما حبيت اكمل الفيديو وهو جالس يتكلم للاعبنا ما رضى عليه، يعني يتكلم يا فريق الخصم. المهم برا اليوم هو حسين يوسف، هذا انا دوم ابدل اياه، لازم اذا انا تعبت ادخله، واذا هو داخل تعب يبدل وياي انا، لان ثلاثه مهاجمين عباره فريقنا اغلبيتهم، يعني يقول وسط مدافعين، نحن المهاجمين. فالحين هالمره روحي عباره، اذا ببدل ببدل يا ناس وسط، يعني وانا روحي مصاب مو مصاب، اجد من انه لازم سبورت على ركبتي اللي على اليمين. كنت محاتنها تبون صراحه قبل اللعب، لكن اهم شيء نلعب، اهم شيء نفوز نهائيا يعني. بدون مسخره. المهم قبل أن نبدا الجيم، يعني لازم نقول لكم معلومات عن دوري الغدير شويه. كل فريق عنده 6 لاعبين، 6 لاعبين يلعبون في الملعب ويا الحارس، اذا زاد واحد 7 لازم بلنتي، يعني الحكم المباراه طافت مع سبب بلنتي. اوكي المهم فنقدر نغير اي وقت نبغيه، اهم شيء ما يكون في 7 لاعبين داخل الملعب، فبدل اطلع انت دخر بيعك. المهم فهذا حسين مو موجود. اوكي بس يعني واضح التوتر، يعني تعرفون انه ما في السبورت وياي، يعني السبورت عريلي بس مو السبورت في اللعب. او صح زين ذكرت بعد كنت مصور فيديو قبل اللعب بالتوتر، الف شوفوا قبل اللعب. السلام عليكم. النهائي توتر الف، صدق توتر الف، حتى اليوم مو قادر انام عدل. المهم اهم شيء الحين البطوله، ناخذ البطوله فان شاء الله. يلا نروح. وعلى طاري التوتر، يعني ما حد يتكلم، بس ايه لازم احط الكاميرات بعد، يعني جبت ناس يحطون كاميرا في شغل. انا ركبت الكاميرا. هي انت حطيت الكاميرا بعد. وشوف اللقطه الجايه، هي المفروض كانت على اساس الموتيفيشن توك والخطه، يعني حق التيم والتحفيز. قدام قاعد يسوي يلا ورا بنبدل. اللي تبونه احنا بنحاول نسوي بلوك حسب علي باول. واقفين احنا شبارو عندك هجوم. اوكي يعني شوي عندك حكم. خلص حسين يوسف يا اخي وينك؟ حتى ما عارف اصور. اوكي خلينا نبدا المباراه ونحول لفارس عوض. شكرا على الاستضافة في دور الغدير، هذا لا يحدث كل يوم، هذا نهائي، لكن في المباراة الحاسمة يخرج المعلق الحاسم. هدي علينا يا محمد عوض، هدي علينا شوية، بخبر المتابعين كم شيء. إذا تبون تشوفون الأهداف على طول، أنا بحط المباراة كاملة، إذا تبون تشوفون على طول الأهداف، يصير في الديسكريبشن حاط لكم التايم ستامبس، اللي هو كل هدف حاط لكم الوقت اللي هو ياب الجول، ما بحطكم منو اللي ياب، بس بحطكم هدف الأول الثاني للنهائي وما إلى ذلك، سيروا الديسكريبشن بتشوفوا إذا سيدا تبون تسيرون للأهداف. خلينا نخبركم عن فريقنا. اول شيء تشوفون هنا على اليمين علي، وفي الدفاع هنا علي، اثنيتهم علي عبد الله، بس اوكي اثنيتهم علي عبد الله. اوكي وهناك الفردان نشوف، بعدين سيد علي، وهنا علي ميرزا، وبعدين اخر شيء على اليسار انا عاد الاحتياط. هنا بتشوفونهم حسين يوسف اللي متعور لكن ما بيلعب، وحسين علي وحسن شبر بعد ويانا، بس ما اعرف وين يلعب وين موجود. وهذه التشكيله اللي احنا بنبدا فيها ونبدا المباراه. يلا يا حكم متى بتبدا المباراه؟ ورا شباب، حتى لو انتم في البيت يعني اسمعوا كلام الريال، رجعوا لورا، يلا خطوه للوراء. بسك مسخره يا محمد احمد، خلينا نسير للمباراه يا حكم. صفر ويصفر الحكم وتبدا المباراه لفريق الحلو، تبدا يشوت على عبد الله، انا مر مني اللاعب في الدفاع يرد يشلونها. الحلو هذول حلو يشوت على ميزه موجود، وعلى عبد الله في الدفاع ما شاء الله، من البدايه النهائي مولع النهائي. محمد احمد ضغط على لاعبك الحلو يلعب هناك، ها نتمركز صح. انا محمد عوض، يتمركزوا صح الفريق الاصفر ولا لا؟ هذا يلعب هناك في الدفاع، ها محمد احمد كنا ضايع شويه، يصير يضغط على منو يخلي منو. هجمه خطيره للفريق الحلو، لكن الفريق الاصفر عندهم الكره، يسيرون الفردان عند الكره، يرد على عبد الله يعدي من الاول، لكن يرد عند الحارس موجود على عبد الله لمحمد احمد، يسير محمد احمد، ها الباس وين الباس؟ سيد علي خلاص انفتح اللعب، انفتح افا يا سيد علي افا، لكن تسير مرة ثانية فريق الحلو عند الكرة، يمشون صح عندهم الكرة، باسات في الدفاع تسير لقدام، ها فضل لاعب شوت، حارس موجود علي عبد الله موجود، الفردان راح الفردان، الثلاثة وياه
ثلاثة وياه يسير محمد أحمد عنده شاف على الميز يشوت الله يا رب من أول هجمة ومن أول شوت الفريق الأصفر 1-0 يا جماعة 1-0 في النهائي تونا بادين تونا بادين هذه جمال كرة القدم يا جماعة هذه جمال كرة القدم يسير فريق الحلو يلعبون من الخلف فريق الأصفر ماسكين عدل في الدفاع ما يقدرون يمشون الفريق الأزرق يحاولون عندهم في الدفاع يلعب باس باس ثاني سيد علي يضغط عليهم سيد علي يضغط محمد أحمد يضغط عليه بعد ما عنده مجال صارت عندهم إلا رمية تماز لكن يلعبونه بالريل أوكي كمل يلعب ما انفتح اللعب ازيد على الميزة شل الكرة على الميزة يروح يحاول جرب الله 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 مستحيل مستحيل على ميرزا بالهدف الثاني في اول الدقائق على ميرزا يا سلام على ميرزا يا سلام سلامي سلامي على الفريق الاصفر يلعبون شكلهم مكتسحين المباراه ورايحين ها فاول ولا لا كمل الحكم حسبها فاول انسحبها ما شفت انسحبها بس كمل فاول الفريق الحلو هل عاد يقدرون يرجعون للمباراه ولا لا لازم نشوف النهائي اكيد وصلوا النهائي مو بلعبث مو بلعبث الحلو عند الكره بنشوف شو خطتهم للشوته للفاول وين تاخر وايد يلا يا حكم وايد اخروها يلا نشوف وين نوقف محمد احمد سار على اللاعب اللي على اليمين وسيد علي عند اللاعب على اليسار ثلاثه في الحيطه وبقى الحلو هنا الحلو تقدم وين بيصير في واحد على اليسار ها شكلها في اللعبه شوي غلط يا شباب ثلاثه في الحيطه ها عاديه نكملها لازم نشوف شوت الحمد لله الباس ما كان صح يعني معلق بس لكن يعني يبغي الفريق الاصفر يفوز فيعني مشوها له اوكي شكرا شكرا على التوضيح خلني اخذ راحتي وانا اعلق خلني اخذ راحتي يلا نسير عندنا عند الدفاع عند الفريق الاصفر الفريق الاصفر شوف الباسات الحارس الثقه موجوده عند علي عبد الله تسير عند محمد احمد يستلمها ولا لا لعبها لسيد علي يكملون على الميزة عند الكره يسير يلعبها لمحمد احمد محمد احمد حاول يلعبها للفردان لان زقارة لكن تروح عند الحلو تسير الفريق الازرق بالفنجر يا محمد احمد جاوبه عليك من باسك الغلط رد الحين شو تسوي باسك غلط كان هني بتتغير المباراة هني بتتغير المباراة لا تهدي حتى لو الفردان زقارك ما تلعب له لا تلعب له صح يا لا انا قلت زقارني لكن كنت اتوقع بكم فاضي يعني كملوا فريق الاصفر لازم ما نهدي ردت للحلول الحلول صار يشوتوا الفردان شلها على اخر نفس على اخر نفس شوت على عبد الله يرد يزخها يا دفاع الاصفر من الباس الغلط وترهم وتر اللاعبين كلهم فاول فاول الفريق الازرق ولا رمية هناك ردوا يلعبون يكملون ما شاء الله على المهارة يكملها لكن الدفاع موجودين ركزوا في الدفاع ورا لاعب ورا راح اروح يحاول يعدي لكن موجودين دفاع الاصفر هل فريق الهادي فريقنا الاصفر بيقدر يحافظ على النتيجه ولا فريق دريم تيم فريق الحلو الازرق بيرجعون للمباراه خلينا نروح نشوف يلا الحين فاول مره ثانيه الحيطه اثنين الحين المفروض ازيد يعني احسن الحيطه اثنين فمحمد احمد على اليمين الحين على عبد الله على المدافع الحلو وسيد علي في النص لان لاعبين موجودين فنسير يلا يا حكم يشوت ولا لا لفنها لف لكن الحمد لله كانت بعيدة نتيجة المباراة 2-1 عند الفريق الأصفر الحين في الجول شوفوني أنا أحاول أخذ سيدة سير عند الحارس هل المدافعين بيجون علي ولا لا إذا ما يجوا علي نفس الحين عندي مجال فاضي يعني إذا أقدر أستلم الكرة ولا لا علي عبد الله يشوف فوق يشوفني أنا يلعب لي باس استلم ونزلها على الميزة عنده حاول يشوت ويجرب هولون هدي بيكون أفضل لكن هذه المباراة النهائي توتر يعني الحين يوم علق المفروض بيكون إيزي كل شيء إيزي لكن النهائي ترى حتى لو فايزين 1-2-1 يعني لكن توتر مليون عند علي عبد الله المجال كله فاضي عنده النص الملعب حقنا نحن كلنا يجرب يشوت والمدافع ردها لعلي عبد الله تصير عند الجول زين ما رداها الفردان لكن تطلع كورنر
هل الكورنر يقدرون يجيبون منه ولا لا؟ هذو يلعبون باسات ولا لا؟ هكول حلو يحاولون يتحركون. عند هناك لاعب ورا محمد احمد تبج قاعد على منه، علي ميرزا عند الكره يحاول يعدي ولا يلعب باس يد علي مر عنده عند محمد احمد. هكو استلم، ها تقدر تعدي منه ولا لا؟ يحاول يشوف اذا عنده حد وياه. لا 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 لا، هذه باس بسيطه لازم تلعبها، لكن شفتهم ضغطوا علي، يعني كان افضل العبها سيد علي لكن ضغطوا علي، توترت شوي. يلا تسير، الحمد لله هذه الكرات ما بتمشي علينا. الفردان موجود وعلى عبد الله في الدفاع موجود، الثقه الصراحه على عبد الله. الباسات، شوف الباسات، تعالوا اضغطوا علينا ماشي مشكله، الحارس يلعب باسات هو اللي يوزع اللعب. يصير على الميرزا عنده المجال بيعدي ولا يشوت، يجرب لكن هاوت، ضربت في الشبك الجانبي من برا وتمشي عند الكرة الأزرق. يحاولون ولا لا؟ يلعبون باسات تكمل، هل نحن نضغط عدل ولا لا؟ بعد لكن دافعين شلونها من الفريق الأزرق. الفريقين يحاولون يلعبون، الفريقين يحاولون يلعبون باسات، أو حقنا نحن مو بحقهم، حقنا نحن، حقنا نحن. الفريقين يحاولون يلعبون باسات لكن في التوتر اثنيتهم يستعجلون. أنا أشوف والباس ما مشت، سالت للحارس نسير نضغط عليهم، اثنين يتقدمون، كل ربعنا رجعوا، فثلاثة هناك على الورا، محمد أحمد يضغط على واحد، دفاع باساتهم غلط، شفتوا الحين على آخر دقائق كلهم غلط، سيد علي طلع وحسين علي دخل، الحين شوي الانرجي بادي يتغير، حسين علي عنده، شوفوا هذا الحلو، نقدر نغير أي وقت نبغيه، فاليوم يكون في احتياط نستفيد، وايد نستفيد، خاصة يوم يكون في حد تقدر تغير ياه في نفس البوزيشن، لكن أنا ما عندي حسين يوسف، للأسف ما عندي حسين يوسف، لأن تتعب لو تبى تتحرك عدل تتعب. على الميرزا روح الجرب فنجر العارضة، ضربة إيده يا حكم، ضربة إيده ردها، لازم نردها، نشوف مرة ثانية، ضربة إيده ما راضي يحسبها، رد. شوف على الميرزا كيف مش ضربة العارضة كيف إيده، بأشكره في إيده حسين علي كان ساير، ردنا إيده زوم أقل شوي. شوف كانت جول لو ما ضربه بيده حسين علي سيده بيدخلها في الجول، يعني إيزي كانت، لكن الحكم ما حسبها وحسبها كورنر حقنا، فنحاول نسير ما نتحطم الحكم، لكن اشكره بلنتي يعني، لأن لو ما ضربها هاند كانت جول لحسين علي. على ميرزا وين بتلعبها؟ الكل اللي يتحرك والفردان كان فاضي اكو ما عجبه بعد، لكن يلا نشوف فردان رجع مرة ثانية وسارة وهجمة مرتدة على عبد الله. الله عليك الثقة موجودة الدفاع موجودين، ما يحتاج تحاتي وايد لان الدفاع موجودين. محمد احمد اكو، انا وين اضغط الحلو يحاول يشوت، لكن الدفاع على عبد الله، الحارس موجود ما شيء، كيف بتطوف؟ ما تطوف، لا اوه هذا الكره الفدان عند حسين علي، يسير على الميزة عنده على اليسار هناك يلعب له، طلعت ما قادرين يلعبوا باسات، الفريقين ما قادرين يلعبوا باسات. حسين علي هل تعورت ولا لا؟ قام عنده الثقة، انا تعبت مرة، هاكو حسن شبر يدخل بدالي، انا الصراحة تعبت هلق فقلت لازم نغير، فحسن شبر دخل بدالي، صار هجوم، هاكو بدأ يشتغل من البداية، حسن شبر بدأ يشتغل من البداية عند الفريق الازرق. في النهاية نحتاج شوية ازيد من الفريقين، الباسات اغلبيتهم غلط، وعلي ميرزا يحاول يشوت من نص الملعب. ما ادري ليش استعجل لكن نحاول، اهم شيء المحاوله، ما نقدر نتحطم على الفريق، لان ما في فايده، لازم تحاول تشتغل ويا اللي عندك وتحاول تسوي قد اللي تقدر. صارت عند الكره على عبد الله، الله عليك ما يحتاج تحاتون يا شباب، ما يحتاج تحاتون، عندهم الكره يلعبون باس لورا، حسن شبر يحاول يضغط على المدافع، سيده يلعبها لينا على عبد الله، ترجع على الميزه، ردت للمهاجمين هاي لو دخلت مكعب ودخلت، لا كل حد بالصدمه لي. يلا هجمة ثانية، هل يتغير ولا لا؟ هل يتغير اللعب؟ فايزين الهادي، فريق الهادي فايزين اثنين واحد. المدافع طاح شوي، حسين علي يحاول يشوفه اوكي ولا لا، عند الفردان يحاول يعدي، حسن شبر وياه ولا علي ميرزا، حل لعب على علي ميرزا ورت الحلوة، رد لها عند الحل، مرت من فريق دريم تيم، محمد مهدي عنده في الحراسة يشوف الملعب، يلعب الامينو منو فاضي يلعبها في قدام حسين علي، استلمت لكن ترجع
حارسنا موجود عند حسن شبر. لا 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 يا حكم، كيف يا حكم؟ حكم كيف؟ كيف هاي مو فاول؟ كيف مو فاول؟ لازم نرجع لها، لازم نرجع لها. صبر خلينا نشوف الهجمه هذه اول. يشوت يجور. حكم 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 يا حكم كيف هذه ما تحسبها؟ شوف شوف حسن شبر والحارس ساير عليه، حسن شبر استلمها ضرب لنا من ورا، يعني ما يصير. كيف 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 يعني كيف كيف ما يحسبها الحكم؟ ما اعرف كيف ما حسبها، ما حسب فاول، ما عطى اي كرت، وكمل لعب ولا كانه. شو تقدر تقول؟ شو تقدر تسوي يعني؟ هاي اشكره يعني، شو تبغى ازيد من المهاجم يعني؟ ترجع لنا حسين علي يلعبها لحسن شبر، حسن شبر عنده مدافعين اثنين ساروا عليه، يحاول يضغط يخليها عنده يحضن على الكره، اثنين سايرين ما يقدرون، واحد نزل عليه كان تطلع كورنر حقنا. حسن شبر، حسن شبر يوم يستلم الكره يعني ما تقدر تشيلها عنه، خاصة اثنين سير عليه ما تقدر. اوه لعبها لهم هجمة مرتدة، هجمة مرتدة للدريم تيم. سير يلعب باس الحلو هني على الميزة عليه يجرب. اثنين 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 اثنين، الدريم تيم رجع لفريق الهادي، رجعوا من باسين. انا اول باس لعبته غلط، هجمة مرتدة ويابوا علينا جول. الجول الثاني حسن شبر لعبها غلط، وبعد يابوا علينا جول. يعني كل الاجوال اللي جابوا علينا نحن الغلط منه، يعني ما نقدر نتحطم بزياده، نحن اللي غلطنا، مو بانه هم لعبوا علينا زين، نحن اللي غلطنا. اذا مركزين ما نغلط نقدر نجيبهم بسهوله. ما عليه، نبني الهجمه مره ثانيه. شوفوني انا على اليمين ايدي على راسي، مو قادر اوقفه. يلا علي عبد الله عند الكره ويحاول يشوف قدام، قبل كم مباراه هذه هنا شافها قدام، لعب باص صح حسين علي جابها جول، لكن مغطين عدل دريم تيم، ما قادرين يلعب باص زين بعد غلطه. اوف كله اغلاط منه، يعني شكلهم هم يبون يلعبون على الهجمات المرتده عندنا، لكن حلو شلاها بالدفاع طلعت حقنا. الحلو تتحطم على منو الحلو؟ حسن شبر ما في مجال يلعب لمنو، علي مير يسير على الكره يشوف منو اللي عنده، يعني علي عبد الله هو الوحيد اللي تقدر تلعب له باس ولا الفردان، لكن ردت على عبد الله. حسن شبر عنده يجرب، هذه لو مرت، هذه لو مرت يعني خدعة عبارة اللي شايتنها حسن شبر، لو ما كانت قوية بس البليسمنت هناك الزاوية البعيدة ما حد توقعها، لكن للأسف طلعت برا عند الحارس عند محمد مهدي. الحلو راجع للدفاع، شكله تعب يلعب لقدام، حارس في الدفاع موجودين ما يقدرون. هل شفتوا الفريق الدريم تيم يمشي كرة من البداية للنهاية ويبني هجمة؟ شوف من الجول يحاولون لقدام، يعني مو بقول ان هم يقدرون ان احنا نقدر، يعني لان الحين كم دقيقه ما قادرين نمشي كره عدل. يستلم الكره يحاول يلف برجوله اليسار، لكن عند الحارس حسن شبر وحسين علي وعلي ميرزا يتقدمون لقدام. علي ميرزا عند الكره في نص الملعب يشوف حسين علي، الحلو رد شلها، ما تمشي الكره، واقفين صح لاعب على لاعب، واقفين صح الفردان في الدفاع. علي عبد الله يشوف قدام ما عنده مجال يلعب لمنه، حسين علي صار على اليمين، علي عبد الله يشوفه يلعب باس، لكن الدفاع رد وشلوه. والفردان شلال الفردان على النهايه، علي عبد الله تقدم سوى الصح، هو المهاجم لعبها صح بعد، لكن فردان على الخط شلها الحمد لله. 2-2 للفريقين، منو تتوقعون بيجيب الجول الثاني؟ الفريقين يبين عليهم توتر في الحين، لكن عند الفريق الازرق، عند الفريق الازرق برا اكو، لا لا لازم نشوف هاللاعب على اليسار في النص. كيف الجول؟ جول عجيب الصراحة، لك تدري شو اللي يزيد طين بله هنا؟ يعني عبد الله غير، سيد علي دخل، لكن يقول ريني تعورني مو بقادر. حلو مستانس يا حمد مهدي، ما شاء الله ما شاء الله عليهم فريق دريم تيم، يجيبون اقوال، فريق الهادي وين اللعب؟ فريق الهادي الباسات كلها من ورا صح، الحارس يلعب باسات صح، بس تشوتون تي ما في فايده. والاخس الحين انه بس في واحد احتياط عندنا في فريقنا، بس واحد، محمد عوض يا اخي قلنا كلمه. هذا لا يحدث كل يوم، هذا في النهائي، في النهائي كل شيء ممكن، التركيز التركيز ثم التركيز، يوم يخف تركيزك. لا فارس عوض ما يتكلم شيء.
بس كله من التركيز، كله من التركيز. تلعب صح تمشي صح، مين مين الباسات صح. قاعد اقولهم هدوا، اذا اي حد تعب تعالوا بدلوا. يعني انا بدلت لاني تعبت صح. يعني يوم كنت العب يا حسين يوسف الموضوع ايزي، اذا انا تعبت بداخل حسين يوسف، حسين يوسف بيتعب ادري بيبدل وياي. لكن بدلت اياهم اسالهم حد تعب ما بيغيرون، شو اسوي؟ واقف برا هناك. واقف برا، سيد علي دخل فمن وياي برا هناك بعد. نسيت الحين. المهم الباسات غلط، كله في النص، كله في النص. المهاجم حين دريم تيم يتقدمون، هجمة عندهم يتقدمون، ودفاع واقفين صح ولا ردوا صح، ردوا صح. زيد من انه كانوا واقفين صح. انا متوتر ابغي ادخل لكن ما حد يبغي يبدل، وطبيعي يعني. خلص الشوط الاول. بين الشوطين فريق الازرق، فريق دريم تيم فايز 3-2، 3-2 على الفريق الاصفر. كيف يا شباب؟ كيف 3-2؟ في النهائي التركيز يروح، في النهائي التركيز يروح. ما يصير ما يصير، راح نفازين 2، فايزين 2-0. بس توقف دفاع تقدر تمشي الكرة خلاص، ما تخليهم يجيبون جول صح ولا لا. لكن احنا فريقنا لازم كله نبغي نهجم لقدام، ما نبغي نوقف ورا. فقاعدين نتكلم يعني الفريق الازرق كل واحد يقول للثاني وين نبغي يوقف. نحن هني خطة كاملة، لازم نرجع للدفاع لاعب على لاعب، ويوم نهجم لازم كلنا يا بعض. فدان يحاول يتكلم، لكن انا اللي اشوفه الحين بعد ما اشوف المباراة اشوف الفريق وايد مستعجل، وايد مستعجل. يبغي سيدا يشوت من نص الملعب، سيدا يبون يشوتون صح. دريم تيم وايد عجيب، فريقهم وايد زين، لكن يعني ليش تستعجل؟ تقدر تلعب باسات، انت قد فاز 2-0، ليش تستعجل ذاك؟ صح غلطنا، انا غلط عشان شوفر غلط، مو مشكلة حتى هم غلطوا يعني، مو بس نحن. لكن من اغلاط بسيطة يجيبون علينا جولين، والجول الثالث عجيب عاد، ما رديت شفته بالإعادة، لكن جول عجيب يعني. كانوا حسين علي كان ضاغط على لاعبه لكن جابوه جول، مو مشكلة نسير. الحلو هني شكله يبغى ياخذ ماي، اشوف كيف في اللعب يبغى ماي، ما ادري صار شكله خبر حد يصير يجيب له ماي. اوكي يصير يجيب ماي زين، لازم الحين الحين اذا في ماي الحين تشرب، مو بتتريف بين الشوطين تصير تجيب له لناس ماي. يعني ما يستوي نحن نترياكم، يعني تو فايزين علينا، يعني نحن اللي لازم نلعب، يعني تو تبون تهدون، ما نبغيكم تهدون، ما نبغيكم تريحون. فكان الحكم يعني سألنا نبدا اللعب ونخليهم يجيبون ماي، يعني هو ممكن كان الافضل الروح الرياضيه نقول لهم اوكي سيروا نترياكم تشربون ماي، بس اذا الماي ما موجود نقول لا نلعب، نبغي نلعب، نحن خسرانين، ايش السالفه؟ نخليكم تريحون ازيد يعني. المهم انا دخلت، حسن شبر طلع، غيرنا شوي في الفريق لان نحتاج مهاجمين، نحتاج نلعب كره. الفريق الكابتن على الميرزا قرر انه نغير في اللعب، مو مشكله. حسين يوسف يا اخي انا لين حسين يوسف ليش مو بياي؟ حسين يوسف هداف يقدر يجيب اقوال، الحين انا اللي اشوف ما قادرين نجيب اقوال، كل فريق يحاول يشوت من بعيد ما في فايده. يعني ميرزا عند الكره، حسين علي يسير يتقدم يجرب فاول في ايده، يعني حكم يعني كيف شايتنا في الجول، لازم نعيده بعد مره يعني، اشكره في ايده. تقدرون يا شباب انتم تعيدونه؟ يعني تتحطم الحكم لين متى؟ ما بتقدر، ما 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 في فايده. عند الفردون يجرب، دفاع شلها صح، لكن التفاهم بين الميرزا والفردان كان صح. هذه من الرميه لعبها سيدا الفردان يشوت، الحين مره ثانيه لو مشت قريبة كانت، لو صارت لي أنا كانت جول. لكن تصير مرة ثانية عند الميزة، يستلم عندي أنا، حرام هذه لو كنت متوقع أنها لبست صح كانت بتصير. لكن شو سي استلموها أول مرة بالرأس. ما أتوقع، لكن صارت من فوق، من فوق الحارس طلعت برا، ترجع هنا عند علي حسين علي، ترجع على عبد الله. شو الفريق الدريم تيم واقفين صح، فريقنا نحن بعد واقفين صح، ان اهم شيء الباسات تبني الهجمه صح ولا لا. الفردان لعبهم فوق الحلو لكن ما مشت، ترجع رميه تماس، اقدر اسميها رميه تماس ولا شوطه تماس. شوطه تماس عندهم هني فاول، على منو فاول؟ على الدريم تيم. الحكم يقول انه كان ساحب لاعبنا، ساحب حسين علي، لكن انا ما شفتها الصراحه. حسب هذا مو مشكلة، حسين علي عند الكرة يحاول يقدمها لقدام، سيد علي يستلم لكن ما استلم، تمشي وترجع للحارس. يا جماعة يا جماعة ما في وقت وايد، ف
الطريق الهادي 3-2 خسران ما تقدر. والحين في الدفاع شوف الحلو يرجع للدفاع يشيل الكره من حارسهم محمد مهدي وعلى اليمين كان في لاعب بعد ثاني. ففي الهجوم يعني لو تشوفهم بس ثلاث والباس غلط سيد علي يلعبها لي لكن غلط شوي شت محمد الحلو اسمح لي محمد الحلو حتى ما تأسفت منك لأن متوتر لكن شتك يعني أشكره الحكم حسبها زين يعني شافها في البداية حسبتها ما شايفنا فباخذها كورنر لكن شافها فالحلو يبغي يلعب من وراء يشوف فريقه من قدام يلعب باس يستلمها لكن باسه غلط يحاول يلعب اللاعب ترجع الفريق دريم تيم يحاول يشوت حارسنا موجود عند الفردان يتقدم محمد احمد وياه يستلم الكرة يحاول يعدي ثلاثة ضغطوا عليه لازم كنت العب باس من البداية ما قدر يرد هجمة مرتدة ما نخليهم كل هجماتهم كل اقوالهم من هجمات المرتدة محمد احمد يشلها ولا لا عدوك صار سيد علي عليه يرجعوا للدفاع شوفوا اغلبيتهم للدفاع الا واحد تقدم ما استلمها لعبوا له باس لكن ما استلمها سيد علي وعلي ميرز أربعة احنا عندي انا محمد عم يشوت محمد مهدي شلها في اخر نفس كنت اقدر العب باس لكن حسيت ان شوته زينه هناك انا ارفع ايدي بروحي حرام لان الملعب صغير شوي فهذا من فوق الحارس ما تضبط لانه وايد قريبه فما تضبط الحارس شلها لعبها لقدام الفردان لعبها بوس الحمد لله شاتها فوق الحمد لله اول شيء نسيت علي رد صح الحمد لله ثاني انه يوم شاتها برا يدورون كرة لكن اكو الفردان لعبه باس مرة ثانية عنده حسين علي هناك فاضي يقدر يمر يقدر يعدي على الميرزا عندها في النص وانا وياه على الطرف بيشوت ولا بيحاول يعدي بيلعبها لي انا استلمتها بعدي منه لعب باس زقرني على اساس انه بيشوت اقدر اردها لكن تقدرون تشوفونها ردوا عيدوها روحكم حسين علي شوي وقف شوي خف انا كنت لعب لها باس نسيده يشوت هذا اللي توقعتها منه لكن خف شوي يعني ممكن ما توقعني العب له باس ولا لا ما اعرف لكن بترد فاول ما شفته مركز كنت في اللعبه اللي قبل بس فاول للفريق دريم تيم عندهم هل بيحاول يشوت بواحد حيطه انا في دفاع انا لو لعب باس عند الدفاع قصدي لو لعب باس للحلو او شيء انا موجود اللاعب هناك يتحرك الحلو يحاول لكن طلعت برا علي عبد الله يتحطم على الحيطة انه يتحركون وايد لكن اذا اللاعب يركض وما حد عليه يعني لازم نضغط عليه هناك يعني من وجهة نظر مهاجم يعني اذا واقف في الحيطة لازم يصير احرك عليه فهاي مشكلة ما نعرف كيف نحلها لكن تمشي عند الحلو يحاول يخليها على ميرزا يشيلها لكن تطلع الحين كورنر ولا كورنر اي كورنر عند الحارس ولا عند الحلو عند الحلو شوت التماس شوت التماس عند الحلو الحارس موجود كلهم موجودين يلعبون باسات عند سيد علي هدوا يا شباب عند علي ميرزا فردان يمشي بالكرة يلعبها لسيد علي يحاول ويجرب يشوت الباسات غلط شوفوا انا هذه هني ركزت فيها الحلو تعب واقف صح المفروض ايزي نقدر نلعب عليهم انا مهاجم اذا المدافع تعبان وصلت الكرة ايزي بقدر اعدي بقدر اشوت بقدر العب باس نقدر نمشي الكرة يعني دريم تيم يحاولون علي عبد الله قال ما في فايدة انا بتقدم بشوت من نص الملعب لكن على برا لو في الجول حد مهدي هنا بيتوهق يعني لان ما حد يتوقعها يعني فترجع عند دريم تيم عندهم في عند الحارس يعني نحن في النهائي ما نتوقع شيء يعني كم سنة نوصل للنهائي ما نتوقع شيء من لاعب الفريق الثاني لأن الفردان هنا ضرب فريقه ضرب لاعبهم من النص الحكم ما أعطى أي كرت الحمد لله لكن كانت هجمة سايرين المهم أرجع لكلامي مرة ثانية ما متوقعين للفريق اللي ضدنا في يلعبون يعني احنا كلنا متعودين ان الفريق اللي ضدنا يوم يلعب كله حماس كلهم يحاولون يهاجمون ازيد انا اللي اشوفه من فريق دريم تيم كيف هاي من الفاول يلعبونه من الفاول سيده على الجول وتجي جول للاسف حسين علي طلع حسن شبر دخل بداله 4-2 يا فريقنا 4-2
نحاول بطاقة الجديدة، حسن شبر يدخل بدال حسين علي، نحاول بطاقة الجديدة، فريش لكز على قولتهم، نلعب نحاول نسير. عندنا كورنر على الميرزة عند في الكورنر، نحاول نلف نشوف هاي كيف نقدر، كيف الخطة، الفردان هناك يمشي، الحلو سيدة يصير يشوفه، يعرف الخطة حقنا شو نبغي نسوي. على عبد الله متقدم، شوف الجول فاضي هنا، على عبد الله متقدم لو عند علي ميرزا، الفردان هناك وياك، محمد احمد وياك هنا، بعد بيعدي من حلو ولا لا، حلو هناك عند الفردان يجرب. محمد مهدي موجود، حارس موجود، صارت على عبد الله، هي كانت طالعه قبل بعدين دقها يعني. مره ثانيه على ميرزا، على عبد الله، شوف الثقه، ما يضغطون، هذا الدريم تيم، ما يضغط علينا، ما يضغط على قدام، يدري ما بيشيل الكره، فليش يضغط قدام؟ هذه خطتهم، ما اتوقع يعني، كانت خطتنا من البدايه ان على عبد الله من الدفاع عندنا موجود، يقدر يلعب يانا، يقدر يمشي الكره، بس اذا هم بيضغطون اياه فنحن كان متكدسين لقدام، نحاول. اوه على عبد الله من نص الملعب، ها بتلفت شوت على عبد الله ولا تلعب باس، اوه الحلو مشت الحلو واقف صح، كان ما سارت على الجول، لو سارت على الجول جول اكيد. حسن شبر هات شل من كرة، فاول ولا ما اعرف شو صار، لكن حسبها فاول الحكم حق حسن شبر، فاول ولا رمية شوت التماس. فاول الفريق الاصفر، فريق الهادي، فريقنا، او علي ميرزا عند الكرة، وين بتصير؟ فدان موجود روحه، قال لي يصير عند العارضة، صرت عند العارضة، هل في فايدة؟ ما في فايدة، الحلو واقف يدري من العباس على عبد الله يجرب الحلو، بعد شو الحلو؟ تعرف خططنا، تعرف كل شيء، واقف صح، كل كرات جت فيك انت. سيد علي يلعب باس، صارت لحسن شبر، ردها لسيد علي، سيد علي لعبد الله، على عبد الله للفدان، يرد يلعبها لسيد علي، لكن ورا كانت ضاغطين صح، شوفوا يلعبون على نص ملعبهم، بس يلعبون على نص ملعبهم، قلت لكم ما متعودين على نهايه شيء، شوفوا هجمه مرتده تكون ايزي، لهجمه مرتده وجول، قلت لكم ايزي تتلعب شيء ايزي، يعرفون ما نلعب نص ملعبنا وهجمه مرتده لاعبين صح، هكم يا ابوها 5-2 الهادي النهاية، نحن في النهاية لازم نغير، انا توني داخل في الشوط الثاني، لازم اغير، لازم اسوي شيء، بس الكرة ما وصلتني، شو بسوي؟ لكن واقفين صح دريم تيم، كيف توصلك انت بعد؟ عدنا ترد على عبد الله عند الكرة ويا الفردان، يضغطون صح عند السيد علي، يحاول يجرب شوت في العارضة على الميرزا، لكن دفاع شلوها على عبد الله في النص، شو صار هجمة مرتدة، ها راحت المباراة، لا جابوها، كانت راحت المباراة حرفيا، راحت 5-2 قوية، 5-2 قوية يا الهادي، 5-5 نحن جايبين اول جولين، لكن بالخمسة صعبة على الميرزا، يحاول يسير قدام محمد مهدي، يشلها عند حسن شبر، يرجعها لمحمد احمد، ما توصل الحلو، يشلها بالروح بالقوة، الفردان عنده، يصير يرجعها لعبد الله، يحاول يشوت، لكن الدفاع فيده ولا لا ما اندرى، يقول له لا مو فيده، بس الظاهر انه ايده كانت عند جسمه، شوت عبد الله، انا يشوفوني كنت اقول لعبد الله انا موجود في الطرف الثاني، يعني لو شوت على هذاك الطرف بترد، اذا الحارس شلها او شيء انا بترد لي بقدر اشوت، لكن ظهر ما حصل الفتشه انه يشوت على اليسار، فشاتها على اليمين، لكن ما تمشي الكره، انا متحطم، لان كيف نهائي ما توصل للكره، كيف واقفين صح، ما متعودين على هالطريقه، كم مره اقول ما احتاج اعيد كلامي، فانا بتوترني، خرقني هذا اللاعب، توتر الف الحين، لكن هجمه صارت لنا على الميرزا، ليش تستعجل على الميرزا؟ 2 بس نحن 4 على مدافعين 2، ليش نستعجل في هذا الوقت؟ صح خرقني في الهجمه عندهم الكره، اوكي، لكن هني اوكي خرقتني متحمس، لكن هجمه مرتده حقنا، اول هجمه مرتده ممكن حصلناها شيء بهذه الطريقه، يعني 5-2 صارت قدام عند حسن شبر هذا انا ضربته براسي، راجع للدفاع، ما شاء الله للدفاع، على ميرزا تقدر تلعب باس ولا لا؟ على عبد الله هناك، حاول يصير قدام على عبد الله في الدفاع، وين عندي انا الفردان، رداها لي انا اشوف اللعبه، اشوف السيد علي، سيد علي يلعبها لي على الميرزا، ني فاضي روح محمد احمد يلعب له من فوق اللاعبين على الميرزا، الله خرقها 5-3، نرد للمباراة ولا لا؟ 5-3، أول مرة أنا أرجع للنص، لعب باص صح،
الحمد لله الحمد لله على الاقل تفرق شوي في المباراه. 5-3 اوكي في نقدر نرد نقدر نرد. يلا فريق الازرق دريم تيم شوفوا هادئين شوي شوي يدرون انهم فايزين. نرد احنا المباراه ولا لا؟ انا اضغط عليهم لازم اضغط عليهم عشان ناخذ الكره. اضغط عليهم الحلو رجع لنا ايزي يبين الحلو تعبان على عبد الله يتقدم. لازم نرد لازم نرد بسرعه الشوط الثاني يعني ما عندنا مجال. عندي انا احاول العب باس عند حسن شبر. حسن شبر يردها للفدان. الفدان يلعب لي ما قدرت استلمها على الامير زجر العرض انا ردت لي 5-4 رادين 5-4 رادين رادين. الحارس ما يبى يرجع ما يبى يعطينا الكرة. شو نسوي لازم تردنا الكرة. كيف هذه ما فيها اصفر يا حكم ما فيها اصفر بتمشيها. 5-4 عندنا المومنتوم نحن نقدر ولا لا. فارس عوض الله يخليك عطنا كلمة. لازم نشكر محمد احمد على هالاداء. رد رد في الشوط الثاني صنع جول وجاب جول. هل بيقدر يجيب بعد جول ولا لا؟ ردت 5-4 عند دفاع عند دريم تيم يلعبونها لقدام ما تقدر. لكن محمد احمد محمد احمد التركيز عندك عندك انت المباراة انت المهاجم انت اللي تجيب جول ولا لا انت انت عندك كل شيء. فاحمد فردان عندهم عند علي عبد الله في الدفاع هم اللي مشون كرة. انا ما اقدر اسوي شيء في هذه في المجال. احمد الفردان يشيل الكرة ما عليه مشت ويانا عند حسن شبه. لا 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 يا حكم لا 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 حسبه فاول حسبه فاول لانه نازل سلايد. الفردان نزل سلايد شل الكره ضرب الكره ما ضرب الريل اللاعب. لكن فني القانون انه لا تنزل سلايد. اذا نزلت سلايد فاول فمن حق الحكم اوكي نزل سلايد ففاول. بس فريقنا قاعد يتحطم لانه ما يستوي. ما راح تحسبها ما راح تقول لا كل سلايد لازم فاول. اذا المباراه اللي طافت ما تحسبها يعني ايش الفايده الحين؟ مو مشكله يا فريقنا لازم نهدي شوي. الفردان يا على اليمين هني هالحلو عند الكرة. الحكم صفر يلعب باس ولا يشوت. احنا ثلاثة في الحيطة. شبر هناك في لاعب بيتحرك بيشوت يلعب له باس يلعب له باس يشوت في الجول. الله في التسعين في التسعين في التسعين ثلاثة كنا حيطة. الجول كان قريب في الفاول قريب. فإذا شوتوها سيدة في الجول يعني وايد خطيرة. فلازم ثلاثة حيطة. لكن ثلاثة حيطة اللاعب فضى سيدة لعبها باس سيدة شات الحلو يعني فايزين. كم الحين كانت 5-4 كنا قربنا الحين 6-4. هل المباراة بتطوف علينا بتروح خلاص ولا لا؟ على عبد الله متحمس خلاص تقدم. الفردان عند الكرة بيردها على عبد الله اللي تعودنا عليه. لكن الفردان حاول يعدي ردت لنا الكرة من ركلة تماس. ركلة تماس على عبد الله يتقدم يا الفردان لعبها باس يتقدمون. الفردان لعبها باس لمحمد احمد لكن حبيت يجي يشيلها على المير يجي يشيلها يحاول يشوت يحاول يشوت شوتها برا. كانت اسهل لي وايد اسهل لي. لكن على المير متوتر شويه ويحاول ما بنزيد التوتر نتكلم. لكن نكمل لازم نكمل نلعب. ها 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 هالمباراة بتروح علينا ولا لا؟ علي عبد الله متقدم خلي الفردان ورا يروحه في الجول. علي عبد الله خلاص قال ما طفحت ما في فايدة خسرانين الحين فرق اثنين ما في مجال. اخر دقائق اخر دقائق من الشوط الثاني انا مو قادر. اوه بتطيح ولا لا؟ بتطيح ولا لا؟ الحمد لله ما طافني الفردان في الدفاع. انا احاول اسير اشيلها منه شليتها منه صارت رمية تماس. انا حاولت اسوي عليه في الدفاع على عبد الله رد. الفردان قدر يتقدم الحين عنده الفردان يتقدم على المدافع يحاول يضغط عليه لعبوا باس اثنين عليه. شوف الباساتهم صح. هجمه مرتده بين زمان هجمه مرتده يا يعني الحنقه. حسن شبه بتلعبها لمن؟ انا وياك على الميرزا وياك سار الفردان يرد يلعب لعلي عبد الله يجرب. الله ترد المباراة الحين كم كنا 6-4 6-5 جول واحد تفرق ويانا. حسين علي دخل سيد علي طلع انا كنت بطلع لو شفتوني قاعد اشر عليه ابغي اطلع ما في احد يطلع بدالي. تعبان حسين يوسف وينك تعبان حاول اركض. علي عبد الله صار من الدفاع صار لقدام غير المباراة جاب جول. الحين فرق جول واحد انا في المهاجم الحين بس لازم نجيب جول صح. عبد الله تقدم انا احاول اسير اضغط على الحارس اقول له العب لي قدام مو مشكله. على ميرزا حسين علي وياه الفردان وياه بعد يحاول يلعب باس شلوها منه الحلو يشوف الجول ما في حارس. الحمد لله ردت لنا عند حسين علي وعلي ميرزا عند حسين علي يحاولون يلعبون باسات. علي ميرزا يلعبها لقدام حسين علي عند الكره يلعبها باس للفردان. الفردان يشوت الدفاع شلوها هجمه مرتده شلونها
مرت من الدفوع تشوف الجول. مستحيل مستحيل هذا النهائي مستحيل مستحيل. كيف كل هذا يصير؟ كيف كل هذا يصير في مباراة واحدة؟ مستحيل. نلعبها نكمل تلعبها عشان شبر يحاول ترجع تفوز، لكن كيف هذا السيناريو؟ 7-5 7-5 فريق الهادي كانوا متقدمين 2-0، فريق الدريم تيم يرجعون يتقدمون، الحين توصل ل 7-5 للدريم تيم. علي عبد الله شوفوا سهل قدام سهل قدام، ما في حد في الدفاع، لكن ما عندنا لازم نجيب جولين في اخر شوط. الشوط الثاني خلاص داخل المباراه في النهائي، لازم نجيب اجوال. فدا عند الكره يردها لي محمد احمد يلعبها لحسين علي اللي ضربني في الفاول يا حكم، شاتها حسين شبر صارت قدام. حكم يا اخي كيف يضربني شيء؟ يعني هجمه مرتده، يعني احنا نحتاج هجمه مرتده، هم كلهم واقفين في الدفاع، نحتاج هاي الهجمه المرتده. يوم انا العب باس وهي يضربني كيف ما تحسبها؟ انا هاي ما فهمته والله، شو السالفه؟ يعني نحن نلعب على هجمه مرتده، يعني هم يلعبون علينا في الهجمه المرتده وقادرين واقفين دفاع، يوم نحن عندنا هجمه مرتده الحكم ما راضي يحسب، يعني شو نسوي؟ انا كنت لاعب باس اني اتقدم، العب باس واتقدم انه موجود بعد وياهم في الهجوم، لكن اذا الحكم ما بيحسبها فاول وهو يضربني يعني يعيقني، اصلا حتى لو ما يضربني بس انه يعيقني وغلط. شوفوني متوتر، صرت ضغط عليهم اي شيء كذي، بس ردت لي عندي انا لعبت لعب عبد الله، عبد الله يلف يشوت سلايد، حكم سلايد نفس اللي ضربوها، انت حسبته سلايد؟ بدال ما يحسبها فاول خلص المباراه، انهى المباراه 7-5 للدريم تيم. مبروك عليكم الدريم تيم، بس سلايد ما بحسبه. انا عندي سؤال واحد، يعني انا ما بتحطم على الحكم بس عندي سؤال واحد، اذا سلايد هناك حسبها لازم يحسبها بعد هني. هو صحيح يعني انه ما بتفرق لنا خسرانين فرق اثنين، لكن اذا فاول لازم تحسبها لنا فاول. يعني شو تبغى اقول؟ ما نبغى نتحطم بس يا اخي ما اقدر ما اتحطم من الخسران في النهايه يا اخي. فارس عوض اي حد قولوا لي كلمه عبالي شيء قولوا لي. لا 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 يا محمد احمد، كره القدم فوز وخساره، ما يستوي تتحطم لا ذاك خسرت تتحطم ما عليه. لكن كره القدم فوز وخساره، لازم تكون روحك رياضيه، روحك رياضيه. روح رياضيه وين قاعدين؟ روح رياضيه قاعد. كل الحالات الدريم تيم فاز واكل حلو مستانس، حسين علي يحضنا اوكي فزنا. نشوف الروح الرياضيه اللي موجوده عند حسين علي، الحلو مستانس شايل الكاس، ما بقى شيء والحلو يشل الكاس. لكن قبل يشل الكاس ابغى اقول كم كلمه، يعني خسرنا في النهائي لكن بشكل عام اشكركم، اشكر كل اللي يشوفون قناتي، اشكر كل اللي يشوفون مبارياتنا. هذه كانت تغطيتي لدور الغدير الرمضاني عدنا في هذا النهائي وخسرنا، لكن شكرا لكل المشاهدين. بحط لكم الحلو هو شل الكاس، بحط لكم التكريم يوم نحن ناخذ الميداليات، ونحط لكم حتى مشاعر بعد المباراه فاللي حاب يشوف، لكن مشكورين جميع. وان شاء الله بعد ما ينزل هالفيديو بنرد لكم للقناه الطبيعيه، ننزل لكم مباريات في الملعب الرملي، لكن شوف الحلو شو يقول. مبروك الحلو، يعطيكم العافيه. في الاوائل والبدايات حسين يوسف يا مستشار قاضي حسين الجهازي. عبد الحسن عبد الله تعال نشوف شو عندك. كفك طالع الثاني ها، ما شاء الله ويل، مبروكين تستاهلون. كفو افضل لاعب في البطوله، افضل حارس، افضل حارس في البطوله من فريق الهادي علي عبد الله عباس. يعطيك العافيه علي. علي مستغربين كيف افضل حارس؟ المفروض افضل حارس افضل لاعب. والله ما نغلط حارس صفر، احنا عاطينه سبعة جول عليه، الا اوت ما حد يقدر يدافع الكره يلعبوا تجيب علينا فاول ما ادري كله. فريق صاحب المركز الثاني فريق المركز احمد يلا شل جود جيم جود جيم اي صح ولا لا لازم الحمود بس مو الاول يعني شو نسوي هسه حمود بس صوره جماعيه يلا يلا ما بيصور
حلو حياك حمدان ما سكرت على الحين بطالة شغالة معنا واو انت تسلم احمدوني احمدوني تعس عندك عبود ايه سولف عند ابوي كافو شو الكاس اللي عندك انت ثالث نحن ثاني كافو نحن بعد ثاني نحن كنا فازين على شان ممكن مركز ثاني ما في لون اصفر ونحن لون اصفر احنا كنا ثاني بعد ان شاء الله السنة الجاية الأول كفو ثالث ها كفك مبروك متبابو هذا الصغير حسون على قولته الوحيد اللي شجعه في المعهد لأنه حيد كنت جاء في مجلس القران اليوم اللي قبله قال هي شجع الحلو ما شجعكم شباب صورة صورة جماعية شباب أول مرة لا يلا حمدان شو لابس حمدان؟ ميسي عمد جميل يعني تشجع ميسي الحين؟ ميسي حمدان خلاص؟ ايه خلاص كفك والله تعجبني صدارة يقولون ميسي 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 انا يقول رونالدو احسن اوكي عندك كاس عالم رونالدو شو عنده؟ بس خلاص يعني حولت الحين ميسي خلاص 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 بس قال والله بكون نص خلاص قال هذاك الارجنتين في الصداره خلاص الارجنتين في الصداره ايه يعني كيف يحتفل ميسي ميسي شي 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 لا مو شي في الجازه كيف كيف لا 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 شي شي تعال تعال صور يا عمك ترى قول له عمي اول مره اول مسطوره محمد عيسى هذا اول مره الله 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 يلا السنه راحت خسرنا النهائي ان شاء الله السنه الجايه مو بكل سنه بقى نفوز الحلو الحلو صح انك فزت هالسنه لكن خليك جاهز السنه الجايه فريقنا بيجيلك ما بخليه بعد الخسارة ما قدرت اقعد في البيت لازم انجل له هذا بس لأنه ما نعرف شعور الخسارة